اذا لبست الخاتم حق الدبل دامج يا محمد خلاص انا بطل الالعاب. ايش صاير؟ ايش هو؟ صابنت ايدك بابا؟ صابنت ايدك؟ بابا شنو؟ محمد قاعد يدلع بس كذا. طيب انا ابغى العب مع هذا بي في بي وانا بونت اذا تبغى تجي ثواني العب هذا مع بي في بي وانا لسه بعيد عن بونت. انا زمن انا وبونت بعيدين عن بعض مره. انا لسه دوب ابدا. لو فتحته لا يا محمد في حريم قدامنا ما تميز برا ضرورة من قاعد تقعد تسوي شيء قاعد ما عليك يا عم دقي قاعد تقعد ما حفظ الباب في حريم ما طلعت لسه يا مجرم انت. هو واحد راح يلا يا حسان يلا حتى على المسك. وهو معاه سلاح. يلا برافو عليك. لا ذبحته. ما في احد. ذبحته. لا ذبح في واحد. كان في ثلاثة. لا كان في ثلاثة. واحد ضربته باللايتنج وذبحته. الثاني صح انت صح انا غلطان. في واحد وراح. لا هذا طلع هنا. حسان بالبداية هنا. حسان شوفوا هنا. تعال عند حسان بالبداية. انا لابس الخاتم ما يشوفني. انا لابس الخاتم. يلا روح على حسه. تعال انت تبغى تعمل تبع يورم. انا ضربته وانت ضربته. جات اللايتنج فيه المسكين. ايش هذا؟ تاسك كومبليت. طيب الفلومون دخل وطلع على طول بالحك. لحظة ايش هذا؟ كأنه في احد هجم عليك مرة ثانية؟
المشكلة مو هنا حسان، المشكلة لما أنا أكون قاعد يعني أضرب واحد. هذا هنا طلع، هذا هنا تحت 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 عند ال عند ال عند الثلاثة هذول المخفيين تحت. إيش هذا؟ ياباني شكله. هنا هنا حسان، هنا حسان. طيب ايش هذا؟ ما هو انا مو موجود، وانا عند الباب هنا ما اشوفه. اطلع فوق، انا عند تبعون النار. طلع واحد ثاني، طلع واحد ثاني. البلومون يضرب كل شيء دائما لانه بيتخبوا هنا. عمار احسن شيء انه انا لوني ذهبي، فالبلومون ما يقدر ما يقدر. وينك وين وينك 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 وينك؟ الله اكبر. طب يا حسان البلومون، انت قلت هذا عندي، ما قلت انك طلعت فوق. انت تتركني تطلع فوق لوحدك ليش؟ انت طلعت قلت البلومون دخل، بعدين قلت هذا عندي. لا والله ما تكلمت ولا قلت انك عند الدرج. انت قلت انا عند، انا فكرتك تحت لما شفت هذا الازرق البلومون رحت عنده، قلت يمكن انت موجود معاه، ما شفتك. بعد شوي قلت لي انه ما لقيتك، قلت ايش هذا؟ حسام مو هنا، فانت قلت لي فجأة هذا ضربني ذبحني. فجأة شفت حياتك اختفت. خليك حاطط العلامة تبعت ال ممتاز، بيساعدنا هذا ال way of blue. هاي يا بابا، تعال يا عموري، تعال يا بابا. تعال يا بابا، تعال حبيبي، تعال تعال يا عمري، تعال تعال تعال. انتبه 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 يا بابا، انتبه. تعال 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 حبيبي، تعال تعال يا بابا. ما رحت عند ماما، خليك بحضرني يا ماما. يعني هو كويس انه انت بتموت يا حسان عشان تعبي استسلاسك. يعني ذبحناهم بعدين ذبحونا فعدل. انت عارف يا حسان مو حلو انه انت دائما تفوز. نفسك ولا ما رفعت نفسك؟ حسان حسان قول لي لما تضرب انت كم الضربة؟ لا مو باللايتنج، من دون لايتنج. كم الضربة الواحدة من دون لايتنج؟ لأنه أنا سلاحي أقوى من سلاحك. أنا 475. الضربة الواحدة 475. فالكون
طبعا انا لازم استخدم طيب يعني ايش نسوي؟ هو بيري ما حيقدر يعمل لي بيري، بيري ما حيقدر يعمل لي بيري لأنه أنا إيش في هذا النايت هذا سكران ولا إيش يسوي؟ أنا كيف نقصت؟ شوف شوف جاني ودع ما مات يوم أشهد الله وانا كمان ذبحني نفس الشيء المزك ذبحني هذا المزك تبع الاحمر انا رميت عليه النحل تبع البليدنج انتبهت هو انا لحقت يا حسان انا لحقت انا ما لحقت ابدا يا حسان انا ما لحقت ابدا اقول لك اني انا كنت ابغى اتشقلب عشان اروح لقدام عشان اضرب هذاك الثاني باللايتنج قام هذا استلمني من فوق دف ضربه واحده مع السلامه ايه بس انت عارف لو انت كنت قريب منه يا حسان صعب جدا انه يتفاداك لانه مركز بالخواتم كلها ماجيك بس بالدارك سولز 2 لازم يعملوا ماجيك للماجيك جديد واشياء جديده بالدي ال سي لازم الديل سي اضافوا الاضافه اللي احنا بنسميها بروشور الافينيتي اضافوا افينيتي اي هيكسز بالدارك سولز 2 اكسس بس هي الدارك سولز 1 اسم هي اصلا بالدارك سولز 1 طلعت بالدارك سولز 1 طلع اسمها افينيتي دارك بيد الافينيتي كانت جبارة الافينيتي بدارك سولز 1 كانت جدا قوية طبعا الاثنين هم الاثنين مع بعض لا ما هو ضعيف بس حط انت حط الخواتم وجرب ما هو ضعيف اذا حطيت الخواتم جدا ممتاز بس هو ما هو بقوة دارك سولز 2 طبعا اكيد دارك سولز 2 كان جبار انا كل ما اجي اذبح واحد انت تكون جاي حسان انا بلحق اضرب الدب هذا قبل ما انت تجي الف وتسعتاش خلينا نلحق بسرعة نضرب اللي فوق عشان انت ارواحك فوق صح؟ يلا 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 يسري 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 حسام ممكن انا اكون قبلك على اساس انت ما تموت لان راح ارواحك فوق لا مو انفيدا لا نايت
يبدو حركات نبالة. يا علينا. جاء واحد نفسه هذا هو. انتبه في انفيدر. انتبه من الانفيدر. والله خايف انا منشغل بالنايتس ويجينا انفيدر من ورانا. صارت معايا كثير صارت معايا. ما مالك سما بينت انا كيف ضربني؟ جات في وقتها. هذا الدارك مون هذا؟ لا الدارك مون. ممتاز ما نخاف منه. لا يجوز انتظري لا يجوز لا يجوز. الانفيدر عندي عند تبعون النار. اثنين اثنان. نعم لحظة حسن اصبر اتركه هذا ايش فيها اتركه هذا الدارك مون ايش فيها ايش قصته هذا؟ تقول خليه بعدين تذبحه؟ ما لي فاهم. والله نزل لي جرين بلسن اعطاني جرين بلسن قبل ما يموت اعطاني جرين بلسن. ليش ذبحته طيب؟ والله ما ادري والله هسه هو مضاف عندك ياباني شفته تعرفه ولا في اللعبة فقط؟ جارك وين وجارك؟ كرافت ون لا جارك وين ما يلعب ما عنده مولود بنت يعني خلاص ما حيلعب مستحيل كلنا يجينا اولاد حسان انت انت باليابان هو وانا وهو باليابان ايش اللي توقيت مختلف لا تلعب بمخي. طيب انت شفته طلع عندك قبل كذا لا ما في واحد ايش هذا ايش الموضوع ايش هذا مات في واحد مات مات الانفيدر مات الانفيدر ذبحوا يلا خير وبركة تعال وين رايح تعال اوريك شغلة حسان تعال في واحد هذا اللي انا وريتك اسمه يو ما ادري ايش يجي يوقف دائما هنا ما ادري ليش هنا تعال اوريك علمني اليوم شغلة ما اقدر اعلمك تعال جواب اعتقد انه هنا تحت
شوفوا هنا هنا تحت حسان تحت تحت نازل تحت نازل تحت لا نازل تحت ما شافني لأنه لابس الخاتم هو مو لابس الخاتم هنا هنا أنا رايح له أنا رايح له تعال وينك أنت أنت كنت وراي وينك راح عند الاختصار شوف عند الاختصار عند الباب الاختصار نازل من السلم هو نازل من السلم والله انا عارف اني استطيع اسوي كهرباء بس قلت خليني اوهم خليني اوهم انه انا عندي كهرباء الا ضربة واحدة بس هو هو لو حابب عند البنون لانه في واحد احمر انا غالبا الاحمر هنا تحت تحت هنا 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 احمر عندي 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 عندي, عندي. انت تبعنا النار وداخل داخل من المدخل شوفه دخل هو هنا اكيد تلاقي دخل هنا وطالع فوق يعمل جنب تاك طبعا ولا ما حيعمل ما عمل جنب تاك يا الله صار اثنين يا حسان صار اثنين يا حسان يا الله حموت انا مت انا مت انا مت لانه ثلاثة فقرات يا حسان زوجتي وبناتي الاثنان وولدك في حضنك ماني عارف اشوف ولا عارف اركز بابا انزلي لا لحظة حسان معليش يا حسان سامحني اعتذر بس يعني أربعة فوق راسي فما ماني عارف اركز فجأة كذا كلهم جو فوق راسي فجأة كلهم فوق راسي زوجتي واولادي كلهم فوق راسي زوجتي تضربني بكتفي على اليمين تقول لي شوف الشاي هنا وبنتي وقفت قدامي وبنتي الثانية جات قد امامي على اليسار وولدي قاعد في حضني ماني عارف اسوي شيء فاعتذر انت ليش شغلتي هلا بيشتغل بلاي ستيشن 3 ويروح تروح الصوره من التلفزيون ممكن اعرف ليش يا بابا يا حبيبتي الله يخليكي ما تضايقيني هون كيف ذبحت الثلاثه هيدي السله ما فيها شيء خذيها بابا كلها سديات يا بابا علامتي على الأرض هو هذا اللي اسمه فايو ما أدري بي في بي يعني هو يلعب هو يلعب بس تيجي عندي شوية طيب يلا علامتي على الارض علامتي على الارض انا جاهز علامتي على الارض حبيبي علامتي على الارض ايوه ما في مشكله مره 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 عندي مره عندك انا معاك للصبح انا معاك لين تقول ياسر انا ابغى انام ابدا
ابدا ابدا. طول ما شوف حسان، طول ما انت، طول ما انا عندي احد قاعد العب معاه ما اقوم انام الا اذا رهقت بشده جدا. هذا سورد، سورد فيش هذا ذبحناه قبل شويه ولا لا؟ انا ما اخذ بالي من الاسماء لكن يتكرر. وهذا كرافت، وهذا كرافت 1 اللي كان فوق. شوفه 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 يجري فوق. شفته 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 اللي... لا اي ثيري يا حسان، هذا اللي نام على الارض، اللي نام على الارض وحط الجرين بليسنج. وين هو؟ انا وراك، وراك واحد، وراك واحد، انتبه، وراك واحد معاه فيوم صوت. بعمل لك هيلينج يا حسان، قرب مني. اي ازرق اقعد اشرب قهوة والله مساكين فعلا. يالله يالله مساكين فعلا. يعني حسان انت، هذا انا قاعد العب اول مرة العب باللايتنج، صار ثلاث ايام وانا العب بس باللايتنج، وسيفي لايتنج، وخواتم لايتنج، كله لايتنج لايتنج لايتنج، ماني قاعد العب بشيء ما هو لايتنج. بس هذا شوف انا عندي هذا السيف حسان، شفت السيف هذا؟ هذا السيف الوحيد اللي باللعبه، في واحد تحت. هذا السيف الوحيد اللي باللعبه، طب اسمعني حسان شويه، هذا السيف الوحيد اللي باللعبه اللي لما تدحرج وتضرب ماله بيري. هو الوحيد اللي باللعبه. أستوريا، أستوريا جريت سول. L1 L2 بعدنا. لا ما لها بيري، كيف بيري هاي؟ أكيد خليه يسوي فارق. هو حيلحق؟ طب لا تجري وراه وتضرب، لا تجري وتضرب. انا وراك. الله حسبته بالضبط. انا في واحد عند البدايه، شوفه عند البدايه شفته، وهذا الدارك مون. برومو انا. في واحد طلع فوق، طلع واحد فوق 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 فوق، في واحد طلع، تعال. في اثنين طلعوا، في اثنين. اثنين اثنين اثنين. وينه 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 بس وينه؟ الموضوع مو موضوع اني اشوف، الموضوع انه وينه هو؟ الدارك مون رجع عالمه صح؟ لا ما استخدمت اللايتنج، ما استخدمت.
ما استخدمت اللايتنج، ما استخدمت سيف اللايتنج، استخدمت سيف الأستوريا. ها طلع عندك فوق صح؟ هو اصلا يعني كان سمعت شيلد مع شيلد. اشرب 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 اشرب. اشرب اشرب اشرب. يا الله كيف تفدى؟ كيف يمين ولا يسار رحت؟ اللي بعده هو ورط اصلا ما يقدر لا يطلع ولا. ها ها انتبه ماجيك 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 ماجيك. شفت واحد معه ماجيك. الله ما ضرب بالسيف اصلا، ما ضرب بالسيف اصلا. يعني اعتقد بمستواك هذا انت حاكر المنطقة بشكل مو طبيعي، يعني مستحيل احد يهزمها. لا بس انا صارت لي بهذا المستوى وانا مستواي عالي، هجمت على واحد طلعت في هذا المكان، هنا في هذا المكان طلعت او هنا تحت نسيت، انا طالع من هنا قام بس مجرد طلعت انا واحد عمل الارت اتاك تبعت ال الدارك نايت جريت سور. شفته بس انا اثنان. انتبه انتبه هذا نفس الشخص. خليه يجي خليه يجي خليه يجي. الحين ذبحته. انتبه هذا يظل يعمل حركة. انتبه يبغى يطيحك حسام. خلي بالك جانا واحد ثاني. بليدنج يا عمي بليدنج يا عمي. ما يقدر يصد البليدنج بالدرع، الدرع ما يصد البليدنج، الدرع ما يصد البليدنج. هذا عشان كذا انا جايبه. انتبه يا حسان عندنا اثنين. ما يصد ما يصد. اوه مات مات. حيموت هذاك حيموت. ما ادري نط ما مات ما مات ما مات. نط هو نط بس ما مات. تحت 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 هنا تحت. لحظة هو شرب استس فلاسك. انا شفت شرب استس فلاسك.
احلى شيء انه انا عندي ما يشوفوني من بعيد، دعم الكهرباء مع السلامه. الموضوع فعلا ممتع. هذا واحد. هذا مات ولا ايش صار فيه؟ حياته بسيطة، شكله لابس خاطر. لا هو نط ما مات، انت لما عملت جمب اتاك مات. في واحد يا حليلو بليد اوف دارك مون طلع وحيرجع عالم الان. انا عندي واحد ما شافني بجيله من ورا. انتبه حسان، عند الاختصار. يا الله ما ضبطت يا مسكين. في واحد تحت حسان يا مرات. في واحد هناك مع البليد، مع الدارك مون. في واحد مع الدارك مون. اي واحد دارك مون؟ لا دارك مون موجود. باكستاب في واحد احمر فوق جاي، انتبه. خلي بالك حسان، خلي بالك، في واحد احمر جاي من فوق. انا هنا على اليسار. شفت علامته. في واحد احمر هنا، انتبه، خلي بالك. في واحد احمر هنا حسان، متأكد 100%. في واحد احمر هنا. يلا جيتك، ما في داعي. ها تعبت نفسي. راح عند الجاينت. شفت انا فوقك. ما شفتني؟ خليك ورا، انا ورا اجايك. استخدم اللايتنج بابا. يو 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 يو، قرب مني يا حسان بسرعة. حسان يس، نايس تايمينج. ايش صار؟ ديسكونكتد. لا عمل ديسكونكتد، انا متاكد عمل ديسكونكتد حسان. بابا حبيبتي ارجع لورا. شو بدك؟ حبيب بابا. يلا حبيبتي روح. عمل ديسكونكتد يا حسان، انا متاكد عمل ديسكونكتد. انا كنت اسويها في دارك سولز 2. جا واحد. لا يقدر، لازم يكرر العملية مرتين عشان مرتين. هذا هو، شوفه هناك. شوف. أنا ما يشوفني. الآن عملته علي. هذا من هذا سول كراكر. ساكراك شكله. ضربته.
هذا يبغى يلعب، يبغى يلعب، هذا يبغى يلعب بي 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 الواحد واحد واحد. كان يبغى يضرب، انا ضربت السحر قام رد السحر عني، رد السحر ضد الضربه. انتبهت؟ انتبهت حسان؟ شوف هذا يا وي ار ذا مان. ايش تسوي حسان؟ هو ليش طالع فوق؟ عندنا واحد؟ في احد؟ صار عندي 11 مليون و600 وشيء. انتبهوا ها مات، مات هو. لا لا انا ما مت، مات الانفيدر. انا ما مت، انا ما مت ابدا، مات الانفيدر ومات صاحبنا. ما اعرف يا بابا، ما اعرف اسمه، ما بعرف اسمه يا بابا. الله يستر، انا لوحدي الان، لازم اروح استدعيكم بسرعه. على قدام الباب، قدام الباب، نعم نعم، امام امام البدايه. بابا حبيبتي بعدي على التلفزيون. هيك بابا على اليسار حبيبتي، الله يخليك. دام انه الباب هون يا بابا في ضباب، معناته عندي حدا او جاي حدا. ممتاز. هذا انت. وين علامة الأستاذ هذاك؟ وهذا أوه سول كراكر، ما أقدر. أوه استدعيته أحمر، ما أستطيع الآن أستدعي هذاك صح؟ يلا يا رب يعطيني انيبل اللي صار كراكر. لا والله جاء صار كراكر، ما استطيع انا السمن. هيدا رفيقنا يا بابا، رفيقنا. لا حسان ترى ما يعرف حركاتنا. حسان انا بكتب لي رسالة. هذا فهم ممتاز.
ممتاز. الحين اول ما يروح تطلع علامة هذا هو. والله وينه هذا بي في بي؟ خليه يجي واحنا كذا مجموعين مع بعض. والله يتدمر تدمير. ما ذبحته في البيري انت صح؟ ايش رايك باللعبه هذا يا حسان؟ والله لعبه حلو. بعدين شوف حسان خفيف ويلعب بطريقه بسيطه ولا مره مات عندي، ولا مره تخيل، ولا مره مات عندي بسبب انفيدر. انفيدر ولا مره ذبحه تخيل، كل المرات اللي جاء عندي فيها ولا مرة الانفيدر ذبحه على ما اذكر يعني. يمكن جدا رائع، انا لعبه جدا جميل عندي. لا انا ما مت. هذا هو سالك باك حسان يا بابا، حسان حسان حارس الشخصي هو اللي ينت. الحين نروح نشوفه. في واحد انفيدر هناك شفته فوق فوق الدرج شفته. حسان 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 اصبر اصبر اصبر، لا تروح لا تروح لا تروح، بضربه من هنا بال بتخبى عند الشجرة. كريزي سلايد مات. بس سول كراكر ما جبناه يعني؟ قاعد نط عليه نط عليه. هذا هو هذا.
سول كراكر والثاني مين؟ كريزي سلايس. طب ها كريزي سلايز وسول كراكر عندنا. كريزي سلايز الظاهر صاحب هذاك اللي معانا لانه ما ضربه. شوفوا احنا 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 اربعة الان. انت تجي تصير خمسة. مين الانفيدر اللي هيهجم عليه؟ طب احنا خمسة حنصير يجي واحد انفيدر بس. انت حط علامتك الحمراء وخلص نفسك. حط الحمراء. خلينا نلعب مع بعض بي في في. عصف انت شكلك تعبت وكمان ترتاح. ارتاح. يلا يلا واحدة كمان. والله يعني من زمان ما كنا. تمنيت عبد الرحمن وغازي يكونوا موجودين بس يلا. لا ادري. لا 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 عبد الرحمن تزوج. لا جد مدير جيت يا بابلو. وينك؟ عندنا شوف سول كراكر وواحد ثاني. شوف الله سكارة طالو. راح الانترنت يا بابا.